هو عبد الناصر اشتغل ضد الملك حسين، اشتغل ضده كثيرا لإسقاط الحكم في الأردن، استعمل تعبير التغيير. انت قاعد تلطش كلمة. كان لديه رغبة في تغيير أنظمة الحكم في العالم العربي كاملة. الحين أنا ما بيتكلم عن العالم العربي، أبي أتكلم عن دور جمال عبد الناصر في إسقاط النظام في الأردن. يعني لما قلت لك كل العالم العربي، يعني الأردن نمط بده يحطه لحاله يعني. بس أنا بيتكلم تحديدا عن الأردن. بدون نقاش. إيش اللي سواه جمال عبد الناصر؟ بدون نقاش. والعلاقات بالضباط الأحرار والتنسيق مع الضباط الأحرار والتنسيق مع الحكومة التي سميت في تلك الأيام برلمانية. كل التنسيق هذا اللي جرى في 57. الموضوع فعلا وصل إلى حد أن السفارة المصرية كانت تصف الملك حسين بعميل لبريطانيا طبعا بهذا الشكل الواضح. طبعا وأكثر من ذلك. أكثر كيف؟ وحتى عبد الناصر في خطاباته كان يسيء. يعني احنا ما بنحكي عن لياقات، في حد أدنى من اللياقات لما بنشتغل سياسيين. كان إذا خرج إلى التلفزيون ليتحدث عن أي حاكم عربي لم يبقي وصمة ترفضها السوق أن تقال، لم يقولها فيهم.